يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب أدرس الإدارة في إحدى الجامعات. يقول أنا طالب أدرس الإدارة في إحدى الجامعات ولدي بحث ماجستير عن الإدارة، فكتبت فيه إن الإدارة من خلق الله، فهل هذه الكلمة صحيحة؟ الإدارة من خلق الله أو من أفعال الله، يعني أن الله قدرها من أفعال الله، هذه من الصفات الفعلية. والإدارة الله قدرها، ما في شك، ما في شيء يقع في هذه الدنيا أو في الآخرة إلا والله قدره سبحانه وتعالى. لكن ما ندري وش مقصود السائل بقوله، ها؟ شو يقول؟ ويقول حفظك الله أنا طالب أدرس الإدارة. لا بس وش قال الأخير؟ وكتبت فيه إن الإدارة من خلق الله. وش قصده؟ يعني مدح الإدارة أن من خلق الله؟ لا وش قصد؟ ما له داعي هذا. الإدارة من عمل المخلوق وهي من تقدير الله بلا شك. هي من عمل المخلوق، وعمل المخلوق قدره الله، والله خلقكم وما تعملون. نعم. لكن ما له داعي اللفظ هذا، امسح هذا اللفظ. نعم، لأنه موهم. نعم.